القيادات التي أثبتت أن لها تاريخاً يشفع لها في الوطنية ونظافة الكف والمساهمة في الثورة. عدالة التمثيل في العمق الجغرافي والثقافي والسياسي. تبقى الحرية لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي بعد تشكله في ضم الكفاءات الوطنية المهمة لمستقبل الثورة، ومن الكفاءات التي تنشق عن النظام والقادرة على المساهمة في بناء الوطن. يشكل المجلس من 94 عضوا، 42 منهم في الداخل والباقي في الخارج. إن هذه القائمة وبالشخصيات الوطنية التي شهد لها الحراك قد اختارها شباب الثورة لتحمل أمانة دم ومستقبل الوطن، ومع كل المخاطر الجسيمة التي تقع عليها، فليس الوطن بأقل من رجاله مهما كبر شأنهم. الالتزام بهدف الثورة الأساسي، وهو إسقاط النظام السوري التسلطي اللاشرعي، ومن أجل تمكين شعبنا السوري بمكوناته المختلفة من بناء دولته المدنية الديمقراطية وتحقيق تطلعاته في الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان. الالتزام بمبادئ الثورة الأساسية، وهي الوحدة الوطنية وسلمية الثورة ولا طائفيتها. الثورة من أجل التغيير عمل وطني ينجزه السوريون بقواهم وقدراتهم. الثورة الشعبية هي مصدر الشرعية السياسية في البلاد، وستبقى مستمرة إلى حين تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والمساواة والكرامة. وحدة سوريا أرضاً وشعباً. ثورتنا ثورة شعبية وليست تحت أي مظلة دينية أو طائفية أو عرقية أو إثنية بعينها أو أيديولوجيا سياسية محددة. إن السوري شعباً واحد، قوامه التعدد والتنوع، أفراده متساوون في الحقوق والواجبات، لا ينال أحد منهم امتيازاً أو ينتقص من حقوقه بسبب العرق والدين والطائفة والجنس والرأي والموقف السياسي. تنال كل المجموعات القومية والثقافية والدينية المكونة للمجتمع السوري احتراماً على أساس المواطنة